وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي نشوف واحد الاستاذ مصري غادي يمسح لي الارض بعمار بليني اللي خرج كيتهكم على المغرب بعد الصفعه القويه اللي عطاها لهم عمر هلال بالامم المتحده. هذا الرجل اللي كيدير واحد الخدمه كبيره وكبيره بزاف في الامم المتحده، وكل مره كيخرج يشطب الارض بالطرف الجزائري اي فعل كيكون عنده رده الفعل، ورده الفعل كتكون قويه وبالدلائل. فالف تحيه للسي عمر هلال وعلى العمل الجبار اللي كيقوم به، وشكرا لهذا الاستاذ المصري على الكلام ديالو في حق المغرب وفي الطريقه اللي رد بها على عمار بلاني. خليكم مع الفيديو، نتمنى تفاعلوا معاه بشكل كبير. ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. يبدو ان الصفعه التي صفعها السفير عمر هلال لسفير دويله القرقوبي في اجتماع الامم المتحده منذ يومين او ثلاث كانت قوية ومدوية لدرجة أنها أصابت الجميع بحالة من الهستيريا غير معهودة. ولكن الفار البرم اللي فيهم اللي عامل فيها سبع رجالة هو الوحيد اللي طلع واتكلم ورد. مش هقول أبو سيد لأن واضح أن أبو سيد خلاص أصبح في خبر كامل. اللي بيطفو على السطح دلوقتي شرزمة من شرازم وزارة الحاجات الكتير قوي، وبعدين في الآخر الخارجية، وهو عمار بلاني. هذا البلاني أو البلالايكة كما نسميه، البلالايكة ده هو دلوقتي اللي عامل فيها الخط بتاعهم، وهو اللي بيتكلم، وهو اللي عامل إن هو الفهيم بتاعه. فعموما رد من حالة الغليان وشدة اللطمة الموجهة إليهم جميعا من السيد عمر هلال، هذا الأسد الذي له عرينه الخاص به في أروقة الأمم المتحدة، وهو عرين يمثل به المملكة المغربية الشريفة. و ليست المرة الأولى على فكرة للسيد عمر هلال، لا، هو لطماته ما بتخلصش يعني ليهم، عمال يديهم على قفاهم. لا يختلف عن السيد ناصر بوريطة، نجاحات في نجاحات ولطمات وراء لطمات لما استوى. بلالايكا واضح ان كان واكل كمية كبيرة من لحمة الحمير، فبقى يرد رد بطريقة وقحة جدا 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 في منتهى الصفاقة وقلة الأدب، وليست أخلاق دبلوماسي أبدا. هذا الكرغلي أو الكرغولي كان أسلوبه غير لائق بالمرة. مش عاوز أقول إن هو توجه بألفاظ نابية عندما تحدث عن السيد عمر هلال، ولكن خلينا نشوف هو قال ايه. اول امبارح وسائل الاعلام كلها القرقوبية الكاذبة الفاشلة التافهة كلها تداولت ردود هذا الفقر او هذا احد الجرذان اللي بيسموهم الدبلوماسيين هناك، بيقول ان في خبر يعني قالوا ان بلاني بيمسح الأرض بنظام المخزن ويحيي شعب الريف المغربي وزعيمه التاريخي الخطابي. طبعا من البداية كده صفاقة وقلة أدب، يعني نوع من التطاول، ولكن خلينا نشوف هو بيقول ايه. طبعا هي انا عاوز بس انوه ان اي كلام هو هيقوله هو من الصدمة والصفعة اللي أخدوها من السيد عمر هلال، وده أمر مفروغ منه. يعني هما بيهرتلوا وبيتكلموا أي كلام في أي كلام من هول الصفعة اللي خدوها على قفاهم، لأن السيد عمر هلال عراهم أمام سفراء الأمم المتحدة، أمام سفراء العالم بالكامل، عراهم في كل شيء، حتى داخل المجتمع القرقوبي هو عراهم. يعني الراجل بصراحة كانت رسالة للعالم كله، للي ما يعرفش
يجب أن يعلم، يعني اللي ما عندوش علم يجب أن يعلم. قال إن طبعا هو بلالايكا زي ما كلنا عارفين هو المبعوث المكلف بمسألة الصحراء، ده اللي هم بيسموه له يعني، مع ان هو لا يصلح اصلا لاي شيء يعني، ما يصلحش حتى ان هو يعني، حتى يمكن ابو سيد نجح في ان هو يكون بسطجي، ده مش هيصلح ان هو يكون بسطجي ابدا حتى كمان يعني. بيقول ان هو ماسك طبعا زي مكلف بمسألة الصحراء المغربية وبلدان المغرب العربي، وقال ان تصريحات السفير عمر هلال غير مسؤولة ومثيرة للسخرية وتهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية لدولة القرقوم. طبعا هذا الكلام وراء سيد عمر هلال يعلم جيدا ماذا يقول ويعي كل حرف هو أخرجه من فمه ويعي أبعاده ولا يقول إلا الصدق. لما اتكلم عن الحريات هو يعلم أنه لا يوجد حريات هناك، لما اتكلم عن أحقية جمهورية القبائل في تقرير مصيرها، تلك هي الحقيقة، من حق جمهورية القبائل أن تقرر مصيرها وأن تحكم نفسها بنفسها. لما طبعا أنا عاوز أنوه عن شيء يا جماعة، هم بيحاولوا يعني يردوا على الكلام بأكاذيب معهودة عندهم، يعني أنواع من الأكاذيب، هم عندهم عقيدة في الكذب معرفش يعني زيها زي يعني معرفش بيتوارثوها تقريبا من ايام تركيا ولا من ايام معرفش. المهم ان هو كل اللي بيقول كان السفير عمر هلال بيتحدى الصدق فهم يردون عليه بالاكاذيب، فده طبيعه عندهم، وهوضح لكم ليه دلوقتي. بيقول ان مؤكد ان الوحده الوطنيه قد انصهرت في بوتقه الثورة المجيدة. أنا ما أعرفش التغني بالثورة بالشكل ده يعني، والله حاجة. أي حد على فكرة يا جماعة عنده شك واحد في المليار إن هم ما هياش دولة وليدة سنة 62، لما يلاقيهم بيتغنوا بهذا الشكل بالثورة عمال على بطال يعني بيتشدقوا بيها وكأنها يعني ما حدش عمل ثورة إلا هم، ولولا مصر والمملكة المغربية لكان هيبقى في ثورة ولا نيلة على دماغكم وجاتكم القرف قرفتونا، ما تقعدوش تقرفونا بقى، الحكاية مش ناقصة بجد يعني، مش انتوا عملتوا اللي ما حدش عمله يعني. فطبعا أي حد هيلاقيهم بيتشدقوا هذا التشدق على الوتيرة دي بالثورة والبتاع والمجيدة والمش عارف إيه، هيعي تماما إن هي دي بدايتهم وما عندهمش أي حاجة قبلها، يعني هيتأكد ان هي دي البدايه وما كانش في حاجه قبلها، لان هم ما فيش حاجه قبلها بيتكلموا عنها غير الخواجه عبد القادر، وبعد كده يخشوا على الثوره على طول، يعني ما فيش حاجه وسط، ما فيش حاجه في النص ما بين الخواجه عبد القادر ولا في حاجه قبله على فكره، هو الخواجه عبد القادر ولو قروا تاريخه مليء بالخيانه والعماله وال يعني والعالم يعني، مين مناضل تم توشيحه بأوسمة ومعاشات لذريته وسكن في فرنسا ويعني كان بيناضل ضد فرنسا وبتقدسه، يعني مش فاهم انا ما يعني هم مش فاهمين دي ولا ايه؟ هو فين عمر المختار مثلا؟ يعني عمر المختار اعدم عشان كان ضد ايطاليا، ايطاليا اعدمته، ده طبيعي انت ضدي مش هسيبك، لكن يتوشح بأوسمة وياخد يقعد في فرنسا ومش عارف يتمول منهم ويدوله فلوس وذريته لحد النهارده معاه جنسيات يعني انتوا فين اصلا؟ انتوا فين؟ انتوا تقريبا القرقوبي ده انتوا بقيتوا يعني بقى قبل الاكل وبعده ولا ايه؟ مش عارف والله، ده تقول قرف قرفتونا قرفتونا. فقال كمان ان الكلام لهبل اللي هو بيقوله، ما هو ما فيش توازن، ما عندوش توازن، الراجل اصيب بالسعار، راجل الفار اصيب بالسعار وعدم التمييز، ما بقاش عارف هو بيتكلم عن المغرب ولا بيتكلم عن دولة القرقوبي ولا بيتكلم عن مين، ما هوش عارف يعني اذا كان بيتكلم على المملكة المغربية الشريفة ولا كلمة من الكلام ده تنطبق على المملكة المغربية، بيتكلم عن دولة الجزائر الكلام ده كله بتاع دولة الجزائر،
فهو ما بقاش عارف، هو فقد التمييز. عمر هلال افقد التمييز، يعني عارفين يا جماعه ضربوا على فحول، ما بقاش عارف ولا شايف ده يمين ولا ده شمال، بقى احول، ما هوش عارف يتكلم على مين. فبيقول ان المغرب دوله ناشئه او انشئت حديثا من قبل المقيم العام للحمايه الفرنسيه. يخرب بيتك يخرب بيتك، المغرب صاحبه الاف السنين انشئت من قبل المقيم العام للحمايه الفرنسيه. هو انتوا فاكرين ان الدنيا كلها زيكم يا بتوع سنه 62؟ مش ممكن، مش ممكن هذا الغباء وهذا الغراء. يعني انت حمار في التاريخ، ما بتفهمش تاريخ، ما تتكلمش فيه، ولا انت بتاع كله اللي بيصحى بدري بيتكلم في اي حاجه عندكم؟ اه ما هو انتوا عندكم فشكريحه بيتكلم في الميه، وبتاع الاثار بتتكلم في السياسه، وبتاع السياحه بيتكلم في النووي. يعني خلاص انتوا عندكم ما شاء الله اللي بيصحى بدري بيتكلم في اي حاجه. قال هي انشئت مش عارف ايه وبتاع ايه. انت اهبل يا ابني، انت اهبل. بقول لك عشان عندهم تمثال في الرباط يعني لهذا الشخص. ايه يعني احنا عندنا، كان عندنا تمثال لدريسيبس في قناه السويس، في السويس يعني. ايه يعني ايه المشكله يعني؟ اه شلناه صحيح، بس كان موجود موجود وقعد عقود وعقود يعني. هو معنى كده ان دريسيبس كان هو اللي اسس السويس يعني؟ هو اللي اسس مدينه السويس، واسس الراجل كان عمل مشروع عندنا، مشروع ناجح ويعني بالنوع من التكريم. ايه المشكله يعني؟ انا ما اعرفش في تمثال ولا ما فيش، ولا هو بيفتري، انا ما اعرفش. ولكن اللي انا عايز اقوله له، انت متخيل ان العالم كله او يعني الدنيا كلها زيكم كده، من احتلال لاحتلال لاحتلال للارض وليس للشعب؟ ما كانش في شعب اصلا، احتلال للارض، وفي الاخر لموكوا وعملوكوا شعب. خلاص فاكرين نفسكم ان انتوا كنتوا قوه ضاربه في عمق البطيخه زي ما بتقولوا، وكوكب وامه نجيب ماكرون، ولا انت عارف هو قال ايه يعني؟ المملكه المغربيه صاحبه الاف السنين، الاف السنين، تقول لي دوله حديثه؟ اخي يا تكنيل عليك وعلى مشغلك، ده انت مقرف بنقائه. أفف صحيح والله، والله أفف. وإن المغاربة، أتكلم على بقى المغاربة، لا يفهمون معنى الروح الوطنية. يا نهار أسود. يا أخي ده حدث واحد، حدث واحد حصل يعرفك يعني إيه روح وطنية، يعني إيه حب أرض، يعني إيه المغربي الرجل أو المرأة أو الطفل المغربي كيف يعشق تراب بلده. هديك معلومة مع إنك حمار، بس هديك معلومة تفهمها يعني. الملك الحسن الثاني رحمه الله وطيب ثراه، هذا الرجل الأسطورة اللي بلدكو ما شافتش ربع عقل هذا الرجل، ومش هتشوف، مش موجود عندكم، هتجيبوه منين؟ لما قال المسيرة الخضراء، الشعب خرج عن بكرة أبيه، عن بكرة أبيه نساء ورجالا، لدرجة أنه أخذ منهم العدد المطلوب أو ما كان هو يرجوه يعني، العدد اللي هو عاوزه، ورجع الناس التانية، رجع بقية الشعب، قال لهم هنسيب البلد فاضية ونروح كلنا الصحراء، توكلوا على الله، رجعوا. واللي رجع كان حزين عشان ما شاركش، فهو اكد لهم، اكد لهم، قال اللي موجود هنا زي اللي بيشارك بالظبط. يعني انت بتتكلم في ايه يا ابني؟ بتتكلم في ايه ايها الجاهل السفيه التافه؟ بتتكلم في ايه؟ الشعب المغربي ما يعرفش الروح الوطنيه؟ كنتوا خدتوا منه الصحراء المغربيه، كنتوا عرفتوا تاخدوها من 50 سنه، انت وابراهيم شنبولة الحرامي والبقر اللي معايا، عصابه الانهباب اللي انتوا عاملينها، كنتوا عرفتوا تاخدوها. لو هو ما بيعرفش الروح الوطنيه، كنتوا قدرتوا تاخدوا الصحراء المغربيه اللي حرقاكم لحد النهارده، حرق قلبكم، ويعني جابت لكم ضيق في شرايين المخ لدرجه انكم ما بقتوش تعرفوا تفكروا ولا تتكلموا، كنتوا عرفتوا تاخدوها منه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، مش بخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا في فيديو جديد، وديما مغرب.